من منطلق الحرص على سلامتك وسلامة الآخرين، تم إطلاق قانون المرور الجديد بمملكة البحرين. عزيزي السائق، في حال ارتكاب المخالفات التالية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل أو غير صالحة للاستعمال. قيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور. تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة. إجراء سباق للمركبات في الطريق العام دون تصريح. إجراء أو تلقي اتصال بالهاتف أثناء القيادة باستخدام اليد في حمل الهاتف. مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة. قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل. قيادة مركبة غير مرخص بها. أعد النظر.